نتمنى السنة موافقة لكل كلام اللي عديه اليوم مبارك. نحن على أتم الاستعداد، كنا حضرنا كل شيء على كل، ما عندناش دي ريكلاماسيون، ما عندنا حد شيء، وإن شاء الله ربي يوفقكم وليداتنا. باهم ربي، باهم ربي، واحد يعمل عليه والباقي يخليه على المولى عز وجل. مراجع كان في ظروف طيبة باهية، ولا ظروف كما لغة كوارزية استجب له كيف الدار، فهمت شوي أو ثم تفديك ثم الضحكة ثم النكتة، فهمت وتمشي وتمشي. أما فما برشا مصروف والله، شوي شوي الحمد لله. ها؟ حاجة لازمة ربي معهم إن شاء الله، علي تراد يكون مبروك عليهم تبديل السروج في راح. تم الدعين الحمد لله، معناتها إن شاء الله ربي يوفق. هذه التجربة الأولى؟ هذه التجربة الأولى. كيفاش كانت؟ إيش عديتها؟ وكيفاش عام؟ كيفاش تعدى؟ والله عادي شوية ضغط معناتها من الأول، أما في الآخر الكل معناتها عادية معناتها. والتحضيرات كيفاش كانت؟ التحضيرات باهية. باهية؟ برشا مصروفة؟ هكاك نص نص. بنتك؟ أول تجربة. أي. ولدي إن شاء الله ربي ينجحه. واش فيك خايفة؟ كتنجم تدخل أنت تعدي؟ والله مش ندخل نعدي برك، نشجع فيه والله ليه، ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله يفرح به في قبره، وهو وعد باش يهز له الشهاده على القبر، ويا ربي ان شاء الله ان شاء الله يحققها وكها، ان شاء الله نكون نجمت نوفق ونجمت بتبيع أساس معاهم وفرحانين بهم، إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم الأول. أول تجربة هذه يا صغير؟ أي أول تجربة، ولدي الأول. صعيبة؟ صعيبة ولا صعيبة فترة؟ باهية صعيبة فرحة كل شيء، كل شيء يكون مع بعض. كل شيء مع بعض.